رؤيا أن رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام، فأذنب فضربه مولاه، فقال الغلام: ما أنت مولاي؟ فقال له: بل أنا مولاك. قال: فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول كما أنت حتى تأتي الكوفة يا عدو الله، فأذهب بك إلى أمير المؤمنين. فلما أتي الكوفة أتيا أمير المؤمنين عليا عليه السلام، فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله، هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب علي. وقال الآخر: هو والله غلام لي، وإن أبي أرسلني معه ليعينني، وإنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي. فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق. قال: فلما أصبح أمير المؤمنين علي عليه السلام قال لجنبر: أثقب في الحائط ثقبين. قال: وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح. فجاء الرجلان واجتمع الناس، فقالوا: لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها. فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أن هذا عبده، وحلف هذا أن هذا عبده. فقال لهما: قوما، فإني لست أراكما تصدقان. ثم قال لأحدهما: أدخل رأسك في هذا الثقب. ثم قال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثقب. ثم قال: يا جنبر، علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عجل اضرب رقبة العبد منهما. قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب. فقال علي عليه السلام للغلام: ألست تزعم أنك لست بعبد؟ قال: بلى، ولكن ضربني وتعدى علي. فتوثق له أمير المؤمنين علي عليه السلام ودفعه إليه.